السلام عليكم متتبعي مغارب نيوز، معنا الشاب العريف اللي هو مغربي من مدينة طنجة، من مدينة طنجة، اللي كيساند الفريق المنتخب الوطني. غادي يقول لنا الرأي ديالو في المباراة ديال إسبانيا مع المغرب. السلام عليكم، معكم الفنان الشاب العريف من طنجة مكناس المغرب، فنان مغربي. أولا كنشكر منبر مغارب نيوز على التغطية الشاملة لهذا الحدث الرياضي الكبير، وهو المقابلة التي ستجمع بين المنتخب الإسباني وإن شاء الله المنتخب الوطني. غادي يقول الكلمة ديالو اليوم في الحلبة، وغادي ينتصر وغيتأهل للربع والنصف ولما لا النهاية والفوز بالكأس، الحلم ديالنا الفوز بالكأس العالم قطر 2022. والحضور ديالي كفنان وهو تشجيع الفريق الوطني بأغنية بعنوان ارفعوا الرايه في العلالي، وهي غتكون اغنيه تشجيعيه وتحفيزيه، وان شاء الله المدرب وليد الركراكي غادي يقول الكلمه ديالو، وراه عطي واحد القوه ديالو والعقل ديالو، واحد السيناريو خاص للفوز على المنتخب الاسباني. كنتمنوا اليوم الفوز. كيجيك خويا، بغيت نسولك على واحد اللاعب اللي ما خلاش ليا العقل، هو زياش. زياش راه لاعب دولي كبير، رغم ان بعض المنابر كتنقدو، ولكن اللاعب زياش كيبقى لاعب محترف، لاعب ممتاز، خاصه في المقابله اللي جرات، المباراه الوديه اللي جرات بين جورجيا، الهدف الثاني اللي كان هدف رائع، كنتمنى يديرها حتى في هذه المقابله الرسميه اللي في ضد المنتخب الاسباني. وهذا هذا اللباس لباس زي تقليدي، زيت خاص بهذا اللباس التقليدي بلا نوبليس ماروكين، باش نبينوا بان احنا عندنا تراث كبير وديما ماروك. وعاش الملك محمد السادس. تحياتي ليك وشكرا على الاغنيه اللي هديتي للمنتخب، وتحياتي. السلام عليكم، معنا الاخ صلاح البطل العالمي في التحدي، غادي يقول لنا الراي ديالو في المباراه ديال اليوم ديال اسبانيون والمغرب. ان شاء الله اللعب غيكون مفتوح، المغاربه عازمين باش نهزموا اسبانيا، لانه غردوا لهم الصرف ديال 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 فروسيا اللي كان ما نصفناش التحكيم، كان 2-0 وكنت انا حاضر في هذاك الماتش، للاسف ما كانش التحكيم في حقنا، ولكن اليوم غادي نقول الكلمه ديالنا، لانه اللعب ديال المغرب بحال ديال اسبانيا، لانه هما جيراننا تقريبا، عندنا اللعب بحال غير اللاعب عندنا سراع، ولو عندنا الرباعيه مزراوي سياج بوفال كيشكلوا خطوره، الكل كيضرب لهم حساباته. هضر لي على زياش، هضر لي على زياش. زياش لاعب كبير، اختار عطى العطاي كامل، بين المغاربه بهرنا، شكرا ليه، فاجئنا ولا لعب احترافي كبير ويستحق، واليوم غيقول الكلمه ديالو، واليوم غنربحوا ان شاء الله. انا كنقول والمدرب والمدرب ود المغرب ومغربي ولاعب وعنده خبره وكبير والدومين ديالو، بيان سور غيكون لاعب كبير وما كيسمعش لكينش. شوف انا صائم مغربي، كنبغي الاعلام المغربي، كاين شي اعلاميين مريقيه كيمشيو مع المرقه، اليوم كاين اعلامي النزيه راه معاه، هذاك السيد كيبغي يقول داك الشيء اللي خصو يتقال، هذاك كيدير الراي ديالو ما كيسمعش الناس، كيطبق داك الشيء اللي عنده باش يوصل. المدربين الاخرين كان كيفرضوا عليهم شنو خصو يديروا، كيفرضوا عليهم، وداك الشيء علاش كنفشلوا في الخطوره. هذاك عزل الخطه ديالو، حتى الحمد لله ما كانش غيديه، دار على المغاربه سكت، دار المخاطر ديالهم، لانه الحمد لله كبير عليه المنتخب، كان يمشي لاعب صغير ديال الرجاء مثلا سميتو رحيمي، ما يسالش ولكن الكل حضر. غنقولوا الكلمه ديالنا، منتخب عناصر شابه مجهده، الكره ديالهم سريحه، الكلات كتقرا، الحمد لله نهار على نهار كتطور، لاعبين كينسجموا، ثقوا في راسهم، كل واحد كيدير الدور ديالو، ما غاديش تخافوا، عندنا فريق اللي كيحمر وجه العرب، الحمد لله، الامه العربيه كلها، لا غربيه لا عربيه لا افريقيه، والوحيد اللي بقى الحمد لله غيبقاو قلوبنا معاه، علاش حيت انت فريق راه ديما حتى في روسيا تظلمنا، كنا نبقاو، راه المغرب ديما كيتظلم، في الكوب ديمون 98 86 ديما المغاربه بصمتهم كبيره، قلوبنا مع المغاربه، قلوبنا مع بلدنا ومع وطننا ومع شعوبنا ومع منتخبنا ومع اعلامنا ومع فروقنا. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى الشعب المغربي يخرج يفرح، وكنتمنى الحكومه المغربيه كيف كتشوف الشعب كيموت على بلاده، وراه يكون عندكم الضامير وحشموا نقصوا لهم داك الشيء اللي كيفرحوا به مساكن، كيضحيو من جيوبهم، ها هو المازوت كتزاد عليهم والسيارات ديالهم كيراليو سبيل الوطن، وانتم كتعرفوا الفلوس، راه ما كنحملوكمش ولكن في وجه الكره غنحملوكم. شكرا لك، تحياتي. ان شاء الله المنتخب الوطني غادي يكمل طريقه في الانجاز، وغادي يخلق الحدث ان شاء الله، والمقابله ديالهم ان شاء الله غادي تنتهي بالفرح ديال جميع المغاربه، وان شاء الله نتاهلوا للدور الموالي، في حاله الى ما كانش التحيز التحكيمي هذا هو اللي كيخوف الجماهير المغربيه، شي حاجه اخرى من غير تحكيم
وكيف ما كنقولوا المحاباه منتخب على حساب منتخب اخر هي اللي كتقلق الجماهير المغربيه. اما المستوى ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني كلشي كيشيد بهم وكينوه بهم، وعندنا كامل الثقه باش يخلقوا الحدث ويفرحوا الجماهير المغربيه بقياده وليد الركراكي اللي ابان على الحنكه ديالو على التجربه الكبيره ديالو اللي عطاها للمنتخب الوطني وعطاها الكره الوطنيه. حاليا كنشوفوا النتائج مع المنتخب الوطني في ظرف وجيز قدر يحقق اللي ما حققوش وحيد في سنوات اللي كيف ما كنقولوا ملي تولى تدريب المنتخب هو فجوات للمنتخب الوطني اكثر ما انه حقق ليه انجازات وحقق ليه شي حاجه تذكر. اليوم ان شاء الله المنتخب الوطني غادي يتاهل، غادي تكون مقابله تاريخيه وغادي تكون ما غاديش تكونوا مقابله سهله، ولكن غادي تكون واحد المقابله اللي كبيره وكبيره بزاف بالنسبه للعناصر الوطنيه. وليد غادي يكون مجد ليها بالطريقه المناسبه، وان شاء الله غادي نفرحوا وغادي تنتهي المقابله بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل لا شيء ان شاء الله. كيفاش كتوقع تكون المقابله غتكون فيها ايطاليا؟ اكيد لان مقابله العمر لانك دور خروج المغلوب ما فيش فرصه كيف ما كنقولوا للتعويض، يعني خاصك تكون واجد فيه 100%، غادي تعطي كل ما عندك باش تاهل الدور الموالي، لانك ملي كتوصل لدور خروج المغلوب ماشي هو دور المجموعات اللي فيه تدارك واللي فيه تعوض نقاط لضاعت، هذا دور خروج المغلوب الا خرجتي منه ما غاديش تبقى في المنافسه. وبالنسبه للاعبين ديالنا راه غادي يكون كبر الحلم ديالهم والطموح غادي يتزاد، لانك انت امامك فرصه العمر باش تبين الاحقيه ديالك في التواجد في كاس العالم وفي انك تمشي فيه في ادوار متقدمه، وبان تاهل الدور الثاني ماشي صدفه او لا كيف ما كنقولوا ضربه حظ، هو جاء عن طريق عمل وعن طريق تكافل ما بين الافراد اللي عطانا هذه النتيجه اللي لحد الان حنا كنوهوا بها، وان شاء الله يتزاد الانجاز ويتزاد خلق الحدث بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني ونزيدوا لقدام وادوار متقدمه، وان شاء الله لما لا نصف النهائي. يعني كنعرفوا بلي الفريق ديال الاسباني واحد الفريق قوي وكاين واحد الاندماج باش كتشوف يعني عندنا حنا اللعابه اللي يقدروا. شوف هي لهضرنا كلاعبين كافراد راه كاين واحد التوافق واحد التقارب في المستويات، لان ماشي ذاك المنتخب ديال 2010 ماشي منتخب انيستا وتشافي ومنتخب ديال بويول وكاسياس، لان منتخب اسباني تقدر تجاريه هذه النسخه للمنتخب الاسباني تقدر تجاريها وتقدر توقف لها الند للند، لان كيف ما عندها نقاط قوه عندها نقاط ضعف، وخصوصا على مستوى الدفاع والاظهره اللي لاحظنا عليهم في مقابلات ديال دور المجموعات بطء كبير على مستوى خط الدفاع، خصوصا الاظهره اللي كتعاني من البطء، وحتى عامل السن كيلعب دور كبير كيف ما كنقولوا نقص في الطراوه البدنيه بالنسبه لهاد اللاعبين اللي كنتمناو يستغلوها اللاعبين ديال المنتخب الوطني، خصوصا بوفال او الزلزولي ربما تقدر تكون مفاجاه بدخول الزلزولي كتوقع شخصي، تقدر تكون مفاجاه بدخول الزلزولي كبدايه، يعني قدر الركراكي يبدا بالزلزولي على حساب بوفال، وهذا الشيء انا كرأي شخصي نفضل يبدا الزلزولي، لان بوفال في الشوط الثاني يكون افضل لانه يقدر يعطيك كل ما عنده وتستفد منه افضل، الى سخر المهاره الفرديه سخرها في فائده المجموعه غادي نشوفوا منتخب وطني في دور الربع. سير 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 كيف ما كنقولوا لك، كنا مولفين كنقولوا لك مع الوداد الرياضي غنقولوا لك سير مع المنتخب الوطني لابعد نقطه في المونديال، سير يا وليد الله يرضي عليك، مرضي الوالدين عمرك ما تخيب، وان شاء الله تشرف المغرب.